سليم الزلاب، اهلا بكم كل طلابنا وطالباتنا في ثالثه ثانوي. النهارده بنستكمل مع بعض حل بوكل الكتاب برافو. بنبدا في الامتحان ال20. ما تنسوش انا عملت لكم قائمه بحل البوكلت. للي جديد لاول مره يشاهد القناه بيفتح على اليوتيوب قناه مكتبه فرنسا وبيلاقي عندي البوكلت في قائمه لوحده، لان في ناس كتير طلبت مننا الموضوع ده. هنا بنحل اكزامان فا امتحان 20 صفحه 110 فورم كيف غلي لويك اند. هنا بنقول المنتدى ده بيقول لنا هتعمل ايه في عطلة نهاية الاسبوع. راكونتي موا فوتر درني ويك اند ميرسي، احكي لي اخر عطلة عملتي فيها ايه اشكرك. بور موا هنا سيسيل بتقول بور موا بالنسبة لي سامدي سواغ يوم السبت مساء. جو سويس علي عن فيستيفال دي ميزيك، ذهبت لمهرجان موسيقى افيج مي كوبين مع صديقاتي. سي فريمون سوبر، هذا كان رائع جدا. لي ديمانش يوم الاحد جو في اين بروميناد افيك ما فامي و بور دي لامير، وعملت نزهة مع عائلتي على شاطئ البحر. بالنسبة لشارلوت بتقول موا شاك سامدي متى، كل يوم سبت صباحا. جو في دي لابانتغ على ميزو دي جن، انا هنا بترسم في بيت الشباب. لابريميدي بعد الظهر جو سويس علي افيك مي زامي بورفير دي شوبينغ، بذهب مع اصدقائي العمل المشتروات. ونم بكل بوتيك او سن دي سنتر كوميرسيان. بالنسبه لبرنو سامدي درنيير السبت الماضي جي في ان ماتش دي فوت، شاهدت ماتش فوتبول. مونيكي بريفيري اغاني وفريق المفضل فاز. لسواغ جو سويس علي او سينما بورفوار فيلم دي سيانس فيكسيون. وفي المساء ذهبت للسينما لرؤية فيلم خيال علمي. اي ديمانش وصا يوم الاحد جسويزا اللي اسكات بارك افيك مونا ميلوكا بور فير ديولوري، ذهبت الى ساحة التزلج عشان امارس التزلج. هنا بنقول شاك ويك اند، كل هنا نهقت عطلة اسبوع. شارلوت ام بتحب طبعا دسيني ترسم. سيزادو بار لدي بتحدثونا عن طبعا لير اكتيفيتي انشطتهم في الويك اند. الويك اند سيسيل افي ان بروميناد افيك، هنا هي ذهبت طبعا مع سيبارون مع والديها. ساندي ترنير بيرنو ايطالي ذهب طبعا الى السينما. ام لا ميزيك، من بيحب الموسيقى طبعا سيسيل. صفحة 111 بيرنو ام فير طبعا بيحب هنا يعمل التزلج. الوثيقة الثانية دي كولو الوبيتال، مهرجين في المستشفى. بور ان انفا و ان ادوليسان، دي الاطفال او الشباب. اتر الوبيتال سيتين اكسبيريانس ديس اجريابل، انها خبرة سيئة، شيء مش محبوب. سيلا تريتس، انه الحزن. اي لا سوليتيد، والوحدة او العزلة. لي جورني سو لونغ اي فينيس بارفوا بار دي لارم، يعني هنا بيقول ان الايام بتكون طويلة وبتنتهي احيانا بالدموع. لا جانت يس دي انفرمير اي دي ميدسا اي لي زنفا اسوبرتي لير سيتياسيون، يعني هنا بنقول لطف الدكاترة الممرضين هو اللي بيساعد او بيشجع الاطفال على تحمل الموقف. مي النيس في بات جوغ، لكن هو لا يكفي دائما. بور راندر لافي دي بتي مالاد لي اغريابل، عشان نخلي هنا الحياة للأطفال المرضى الصغار أكثر متعة. دي كلو فيان لير أبورتي أم بي دي جوا، المهرجين بيدوهم فرحة أكثر. أفيك سو جرو ني روج بأنفه، اللي هي بتكون حمراء وكبيرة. اي سا جروز فاليز، وشنطته الكبيرة. بلان دي سيربريز، على ما بكون فيها مفاجآت كتيرة. لكلو في رير لي زنفا اي ادابتسون انيماسيون ان فونكسيون دي لاج اي دي لا سيتياسيون دي مالاد، يعني هنا المهرج بيجعل الاطفال دول هما بيخليهم يضحكوا او بيخفف عليهم الموقف عن طريق شانسون الاغاني مزيك الموسيقى. ميم اللي هي التمثيل الصامت. ماريونيت اللي هي العاب العرائس. بالون الكرات.
إلى تير لاتانسيون، يعني هو يجذب انتباه دي لانفا إلوي دون ويعطي لي لا بوسيبيليتي دي رير، إمكانية الضحك. دي لسي اللي سون ايماجينيسيون، ان هو بيترك هنا الخيال، يعني هنا بيفكر باكثر خياليه. دي اكسبريمي سي اوميسيون، ان هو يعبر عن انفعالاته. بref باختصار، دوبلي لوبيتال، ان هو ينسى المستشفى. فير سورير اي ان ترافاي دي اكيب، يبتسم يعمل عمل جماعي. لي اسبليتي اي لي بارون بي بارتيسيبي او سبيكتاكل. هنا عشان المريض او الطفل ده ينسى المستشفى يبدأ يبتسم، ده عمل جماعي مشترك ما بين العاملين في المستشفى والوالدين، ايضا ممكن ان هم يشاركوا في المشهد ده. هنا بنقول لكولو الوبيتال سي بيرميت، هنا المهرج في المستشفى بيسمح لايه؟ طبعا دوبلي ان بي لو مالاد، ان احنا بننسى شويه لمالادي اللي هو المرض. لوبيتال ايتان ليه؟ طبعا هو مكان غير محبب للاطفال. لي زونفا مالاد بيف سوبورتي لير مالادي غراس على جانتيس، طبعا هنا ممكن يستحملوا المرض بتاعهم ده، طبعا غراس يعني بفضل طبعا ميدسا اي دي انفيرمير بور لي زونفال مالاد. طبعا بالنسبة لأطفال المرضى حيكون المهرج طبعا إن سورس، يعني مصدر دي جوالي الفرح. فير سوري لي زونفال مالاد سي لاتاش، هنا بنقول عشان نضحك الأطفال دول نخليهم يبتسموا. سي لاتاش إنه عمل مين؟ طبعا بليزير بيرسون، أكثر من شخص. Votre ami vous demande la profession de votre père. بيسألك هنا عن وظيفة والدك. Vous dites، بتقول il est boulanger، يعني هو يعمل خباز. Votre ami vous demande c'est qui il y a au potager. ماذا يوجد في الحقل؟ فهنا بتقول أو البستان. On trouve des légumes، يوجد خضروات. Votre ami vous invite à son anniversaire. Vous lui dites، بيدعوك لحفل عيد ميلاده. وانت هنا بتقول له جواز انيفرسير جيفي فينير، يعني هنا عيد ميلاد سعيد انا سوف احضر. فوتر مي فو ديماند اكيلي غفو ديني، بيسألك انت هتتعشى الساعة كام؟ بنقول له هنا جيدين فان دي اير. فوتر مي فو ديماند او فو زالي، بيسألك اين انت تذهب؟ فو دي، بتقول له هنا جيفي شيلي ميتسا، يعني انا رايح عند الطبيب. صفحة 113. Vous demandez à votre ami son moyen de transport préféré. بس انت بتسأل عن وسيلة المواصلات المفضلة. il dit، هو يقول، طبعا بيقول لك je préfère le métro، بفضل المترو. Votre ami vous demande si on utilise pour photographier. بيسألك ماذا نستخدم عشان نصور؟ فهنا بنقول انا باري فوتو، جهاز او كاميرا التصوير. لإبيسيري فو ديما إبيسيري، في محل البقالة. فو ديماندي أو فاندور لبري دان باكي دو تي، بتسأل هنا عن سعر علبة الشاي. فو دي، بتقول هنا كومبيان كوت سي باكي دو تي، كم تكلف. فودرامي فو ديماندي سي كي فو إيمي كوم برودوي لتير، بيسألك هنا إيه منتج الألبان اللي بتحبه؟ بنقول له هنا جادور لفروماج، أنا بحب الجبنة. Votre ami vous demande ce qu'il faut pour faire de l'escalade. ماذا يلزمنا عشان نلعب تسلق الجبال؟ طبعا إنكورد، الحبل. هنا بنقول نبدأ في أسئلة الجرامير. Nous avons besoin de، أخلي بالي هنا، هنا بنقول نحن هنا محتاجين لإيه؟ هنا طبعا خدنا في فعل مصرف هنا avoir besoin de، يبقى انا عايز فعل هنا في المصدر اللي هو سي بروميني، لكن انا عارف طبعا ملحوظه خدتها من سنه تانية ان انا الفعل الضمير عندي لو حتى هحطه في المصدر لازم اصرف ضمير المفعول اللي هو السي، هصرفها مع فاعل الجمله. هنا فاعل الجمله عندي نو، يبقى هنا هتبقى نو برومينا، نو بروميني، نتنزه. سوها اي جران كي ايمان، يبقى هنا بقول هنا سوها، هنا في مقارنة كي، يبقى هنا بدور على المقارنة فين.
سوها بتكون هنا اطول من ايمان، يبقى بلو كي. بنتذكر مع بعض، في عندي بلو كي اكثر من، في موان كي اقل من، في اسي كي يعني مساوي. البورت انجيب ارير، هي بتلبس هنا جيب مخطط. طبعا بعد كلمة ارير بنيجي وراها على طول جمع مؤنث، بيير ابري سيركت، هنا بيير اخذ هنا المضارب بتاعته، وي إليزا هنا ده ماضي مركب، عندي هنا هو اخذهم، هنا عندي المساعد افوار. حد هيجي هنا يقول لي هختار بري لان افوار مش بياخد معاه تبعية، لا، قلنا في حالة، في حالات طبعا افوار بياخد فيها تبعية، واحنا شرحناه في درس البسي كومبوزي، ومنها اذا طبعا هنا سبقه ضمير المفعول. طيب هنا هنحل، هنا ضمير المفعول حل عندي محل سيركت، سيركت هنا مضارب جمع مؤنث، يبقى هنقول بريز الأخيرة. خلي بالنا من الملحوظة دي، نعم هو أخذهم. بيستي أتند أكل، أي أتوبيس أنت تنتظر؟ 114 تي ديزي تي دي ميتسن، انت هنا بتعمل دراسات في الطب، بتدرس الطب طبعا، فيرب فير مع ضمير تي تبقى تي في. اير نو وسينما، بالامس نحن ذهبنا، ماضي مركب، يبقى نقول هنا نو سمزلي، نحن ذهبنا الى السينما. جي جو، طبعا جو بيجي وراه وبعد كده مشتقاتها. هنا الفولي بول كلمة مذكر، يبقى او فولي بول. تي ام انت تفضل، برضو خلي بالي فيرب ايمي او بريفري او ادوري او ديتستي ما يجيش وراهم دي، تيجي وراهم اداة المعرفة. انت تحب لي ارت الزبادي. الفا متر هو حيرتدي، مايو، مايو مذكر، سو مايو. جي في طبعا هنا لي دانتيست افيك مونبير، هنا في عندي عاقل، شي لي دانتيست انا بذهب للطبيب مع والدي. إير جي ريغاردي، أنا عايز هنا أداة نكرة تناسب كلمة ماتش، مذكر جي ريغاردي أن ماتش عشان هو مفرد مذكر. مارك إي أبسون جو في، طبعا خلي بالي أنا هنا هتصل بي، جي لوي تليفوني. بواسو سوفري، هذه الأسماك تكون طازجة، طبعا هنا عندي جمع، يبقى عاوز صفة ملكية جمع. لي بول سوندان، طبعا لي بولي بيكونوا في العشاء او الحظيرات. تروف ست شيميز، انا هنا باخد رأيه وبقول له هنا كومو، كيف تجد هذا القميص او ايه رأيك فيه. بنحل امتحان 21. الوثيقة عندنا هنا عبارة عن محادثة ما بين سيلين وجولي. اسكت تي في سي ويكند، هتعمل ايه في الاجازة؟ جي مي ريبوز، انا حستريح. جي غست على ميزو، هظل في المنزل. جي مي سوربا، مش هخرج. جيمي لفتار دوحة، هنا حستيقظ متأخرا. لير دي ماجازين، أقرأ مجلات. ريغوردي دي دي في دي، أشاهد أفلام على الدي في دي. إتوا كيسكو تي في، وأنت حتعملي إيه؟ بتقول لها مو جو سوي انفيتي، شي دي زامي على كومباني، أنا مدعوة عند أصدقائي في الريف. جو سوي سيبر كونتانت دي بارتير، أنا فرحانة جدا حسافر. On va se promener, jouer au tennis, faire le marche au village, préparer le repas tous ensemble. يعني هي مبسوطة ان هي هتتفسح، هتلعب التنس، هتمشي في القرية، وكمان هيجهزوا الوجبات معا. لسواغ في المساء، اليات جوغ بلاند مي اون ساميز بيان، وفي المساء هيكون في كتير من الاصدقاء وهنتسلى مع بعض. جولي إل أبيت لوا، هما ساكنين بعيد، عايشين بعيد. نو إن إيغ دي ترا، يعني ساعة بالقطار. جيلي كوني دي زامي، أنا أعرفهم أصدقاء. بتقول لها بيان سير سي ناتالي إي كريستوف، بوركوا تي مي دي ماند سا، ليه أنت بتسأليني عن كده؟ بتقول لها إي بيان فينالمون، أخيرا. جيم بيان فينير أفيك توا، تي كروا كي سي بوسيبل، انا حابه ان انا اروح معاكي، هل ده ممكن؟ بتقول لها ميتي دي كي تي في تربوزي، لكن انت بتقولي انك عايزه تستريحي. اتنسيو شي زي ان يا با دي تيلي تي ني بي با تيلي في طار.
لكن انتبهي، هناك في الريف مش هيوجد تلفزيون، مش هتقدر تستيقظي متأخرا. ميسي سيغ اون فا باسي امبو ويك اند، لكن طبعا هو مؤكد ان احنا هنقضي اجازة سعيدة. لو ويك اند جولي بريفير، طبعا بتفضل رستي على ميزون. الويك اند سيلين هنا حتعمل ايه؟ بريبار لريبا افيك سيزامي. لير دي ماجازين سيتين لين داكتيفيتي. هنا قراءة المجلات دي واحدة من الأنشطة بتاعت طبعا هنا جولي. جولي هنا بتقول عندها رغبة انفيتا لي على كومباني لزيارة الريف. سيلين فاشينا تالي كريستوف، طبعا حتروح لهم انترابل. صفحة 116 سيلين فا باسي لويكند، طبعا هنا سيلين حتقضي الأجازة فين؟ طبعا هنا على كومباني في الريف. الوثيقة الثانية إن جورني أفيج ماري بيرس، هنا حنشوف اليوم بتاع ماري بيرس بتعمل ايه. جيمي ليفير سيت إيغ ترانت تو لمتى، بستيقظ الساعة 7:30 كل صباح. جوفي ما تواليت جي بريبار مي فيتموم، هنا هي بتروح بتعمل الحمام وبعد كده بتجهز ملابسها. انسويت بعد ذلك جو موبي اجبرا مون بيتي دي جيني، وبعد كده بلبس واخد الفطار بتاعي فروي فاكهة ياقورت زبادي سيريليال اجي دي اورانج. هنا ديني فير اون زيغ جي مي انترين بوجي في دي جيني، ومن الساعة 9 للساعة 11 انا بتدرب، وبعد كده جي في دي جيني بروح اتغدى. كان زيرج ريتورن على انترينمو الساعة 15، هنا بتقول انا برجع للتدريب. جي جو جسكا دي سيغ بألعب حتى الساعة دي ستير الساعة 17، او توتال في المجموع جي في تروان وسانكير دي تينيس بارجور. بعمل من 3 ساعات إلى 5 ساعات تنس في اليوم. انسويت جي في دي زيغ دي ميسكيلاسيون، وكمان هنا بمارس 2 ساعة اللي هي رياضة كمال الأجسام. ما جغناسي ترمين اليوم بتاعي بينتهي حوالي الساعة 19. يوم السبت جي سور بارفو افيك دي زامي او ريستوران، بخرج مع الأصدقاء في المطعم. لي ديمانش يوم الأحد جسوي ليبر، بكون هنا فاضي. جي دور جسكا ميدي، أنا هنا بنام حتى الظهر. جي في على بلونج أو جي مي برومين أمباتو. جي غست على دي لا سيمين لسوار، جي ريغارد بي لو تيلي جابيل مي زامي. طبعا هنا بتكون الراحة الأسبوعية في المساء، إن هي بتشاهد التلفزيون أو تتصل بأصدقائها. بعد كده بيقول جد جي دور تو فير فان دي اير ترانت جي دور نيف اير. أنا بنام هنا بحوالي الساعة 22:30، بنام من 9 إلى 10 ساعات في اليوم. ماري بارل، هنا ماري بتحدثنا عن طبعا سيز اكتيفيتي كوديديان الأنشطة اليومية. شاك متى ماري سيرفي، هنا ماري بتستيقظ الساعة طبعا 7:30 سيتر ايديمي. لماردي سوار يوم الثلاث مساء، ماري طبعا هنا ريجارد لا تي في بتشاهد التلفزيون. ليدي مانش هنا ماري يوم الأحد، ماري طبعا ناريا افير جس كوميدي ما عندهاش حاجة تعملها حتى الظهر. ماري ايه طبعا هنا بنقول ان هي بتشتغل او بتعمل ايه، هنا بنقول جواز دي تنس يعني لاعبة تنس. صفحة 117 لابريميدي ماري سي انترين، هنا بعد الظهر ماري بتتدرب طبعا دي زير 2 ساعة. أسئلة الست ياسو فو بارلي أو فوترامي دي لا روسيت دي جاتو، طبعا هنا طريقة عمل أو وصفة عمل الجاتو بتكلمه، فأنت بتقول هنا بتقول له إن أنا بحط هنا 5 بيضات ودي صوص عن كونتي غام دي سكر و 250 جرام من السكر. فودي مندي أنا ميلا بروفيسيو دي سومبيغ، فودي بتسأله هنا عن عمل والده، بتقول له كيف تنبير ماذا يعمل والدك.
فودي مندي أفوت رميسو نمبر وادي تو. بتسألو هنا عن جدول حصصه. فودي بتقول له هنا كل جور تيامات، أي يوم أنت عندك في رياضة. أفوت رميسا فو كونسي بور إتر أون بونسانتي. هنا طبيبك بينصحك عشان تكون في صحة جيدة، فهنا هو بيقول لك طبعا بريني لي ميديكامو أليغ، يعني خد الدواء في الميعاد. فودماندي افوترامي او ايل اشد دي بانان ال دي. هنا بتسأل صديقك منين هو بيشتري الموز، فهو هنا بيقول لك جي في او مارشي، انا بذهب للسوق. فودرامي فودمان سيكي الفو بور فير دي لاناتاسيون، ماذا يلزمنا عشان نمارس السباحة؟ فودي بنقول له هنا اونتليز ان مايو دبا، عايزين اللي هو مايو السباحة. فودرامي فوديمان دي سيكي فو بريني او بيتي دي جيني ايل دي. بيسألك بتاكل ايه في وجبة الافطار، فهنا هو بيقول لك كيسكي تي اي مانجي لي ماتا. فو فولي اشي انجلاس لفاندر فوديت، انا تشار ايس كريم، فهنا الباع بيقول لك فو فولي كل برفا، عايز اي طعم. حلي صفحة 118. فوتر فرير فودي مان سيكي اليان دان لي سي دي اي فودي. هنا صدق بيسألك ماذا يوجد في حجرة الوسائط، فانت هنا بتقول دي ديكسيونير اي دي زاتلس. حجرة الوسائط خدناها في سنة أولى، بيوجد فيها قواميس وفي أطلس، في إنترنت، في أوردناتير، في كمبيوتر، فيها ديليفرو كتب، فيها كارت خرائط وهكذا. فوتر فرير فودي مان دي ديكرير فوتر بروف دي مات. فودي هنا طلب منك صديقك انك تصف هنا مدرسك بتاع الرياضة. فودي بقول له هنا إلي سيفير إسري، يعني هو شديد وجاد في عمله. فوتر مي فودي مان دي سيكي فوفات الويك اند. فودي سألك انت بتعمل ايه في الاجازة، فبقول له جيفي دي لإكيتاسيون، بمارس هنا الفروسية. فودي مندي افوت رومي لباكسيك، وطبعا لباك اللي هو الخاتم، فحقول له طبعا ان هو سيتان اكسسوار، يعني هو اكسسوار. كريم ايتان دي اليموغرا. هنا القشطة بنقول ان هي من المكونات او من المواد الدهنية، طبعا منساش ان هي مؤنث. إير متى؟ بالأمس صباحا مون بير. هنا بارتي أباري، قبل هنا النص التاني من البصير كومبوزي اللي هو الماضي المركب. طبعا عندي هنا فيرب بارتير اللي هو يرحل، طبعا من الأفعال الأربعتاشر بتوع فعل إتر. شك متى؟ نوزلو أو سينما، طبعا أبي على الأقدام. كيلو فوفولي. هنا بختار يا جماعة أداة الاستفهام حسب معنى الجملة، فبقول له هنا كومبيان دي، كم كيلو أنت تريد. فو شانتي ان فرانسي فيرب سافوار، طبعا أنتم تعرفوا أن تغنوا باللغة الفرنسية. فو يعني إيه ذات، فو زافي. فو بيان بور غاني لي ماتش، بنقول لهم هنا مفيش فاعل في الجملة، يعني الجملة دي جملة أمرية. اتدربوا كويس عشان خاطر الماتش. طبعا هنا فو واضح خالص ان الامر هنا مع الضمير فو، بقول لهم ايه انتريني فو. موكو با ان فير، طبعا فير وبعدها دي ومشتقاتها. هنا منساش ليت هنا المصارعة، هنا مؤنث، بقول دي لا ليت. ني اوبلي مون انفانس دانسي فيلاج. انا هنا عمري ما بنسى ابدا طفولتي في هذه القرية. جامي. صفحة 119. مي بارو دي تي او بتي دي جيني. هنا والدي بيشربوا الشاي في الافطار، طبعا فيرب بوار بواف. جي في براندر ان فوتو، انا اريد ان التقط صورة. تي بي بريتيتو ناباري، هنا بنقول له ممكن تسلفني، مي بريتي ممكن تسلفني جهاز التصوير بتاعك. مونا مي ايه، هنا صديقتي تعمل، بخلي بالي من الوظائف دي، انا هنا عايزة وظيفة مؤنث. كوافير مذكر، لانها لو مؤنث حتكون كوافاز. هنا كلمة فوتوغراف اللي هي مصور، هي اللي هتنفع معايا مذكر ومؤنث. بروفيسور مش هتنفع، كنا حطنا لها ايه. فارماسيا برضو مش هتنفع، يبقى هنا بختار كلمة فوتوغراف لان احنا تعلمناها في سنة تانية ان هي بتنفع مذكر ومؤنث.
سيلا سيرفييت دي جين انها فوطة جين، بنقول سي عايزين نقول هي وهي فوطة، وطبعا هنا واضح ان هي مؤنث فبنقول سا سيرفييت. اي بي سي ري اتريسي بير، هنا بنقول محل البقالة ده رائع جدا، مخنساش ان اي بي سي ري هنا مؤنث فبقول ست. جادور لي بواسو، هنا المشروبات برضو جمع مؤنث فبقول هنا جازيز، المشروبات الغازية. ساندرا اي بافارد، ساندرا رغاية، الفار اللي هي بتعمل ايه؟ الفار لبوكو، تحدث كثيرا. جي في على فارماسي، انا حروح الصيدلية اشتري دي ميديكامو بور عشان اشتري. طبعا انا بخلي هنا في الجملة اللي فيها روابط اخلي بالي خالص من معنى الجملة وبختار الرابط حسب معنى الجملة، وهنا بور عشان اشتري، وبعدها هنا كمان مصدر. بعد ما خلصنا الامتحانين، هنا في امتحان 22 انا حليته، طبعا هنا اختصارا للوقت، فهنا انتم هتشوفوا الاجابات انا عاملاها، ولو في اي اسئلة او استفسارات ابعتوا لي في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليكم، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. ما تنسوش اللايك للفيديو يا شباب. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا يا شباب، وأتمنى لكم إن شاء الله كل توفيق، وما تنسوش اللايك، وألقاكم فيديو آخر بإذن الله. أوروفار.